مشاهدينا الكرام، بجدد التحية على حضراتكم. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الفل دكتور مختار، منورنا دايما في صباح البلد. أهلا وسهلا، صباح الخير عليك يا هند، وأنا سعيد بوجودي معاك النهاردة. أشكرك دكتور مختار، إحنا أسعد بوجود حضرتك، لأن أكيد النهاردة هنسمع إجابات تلغرافية وإجابات مليئة بالمعلومات وتبسيط غير مخل دائما. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نبدا مع حضرتك والساده المشاهدين، ونستهل جولتنا بالتعليق على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده. رئيس مجلس الوزراء اكد ان الهدف الرئيسي للدوله خلال هذه المرحله، والذي طالما اكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والحكومه، هو زياده تواجد القطاع الخاص في الانشطه الاقتصاديه المختلفه، تمهيدا لان يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم إدخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار شملت اتخاذ العديد من القرارات. وقال مدبولي أن الحكومة تمضي قدما بصدد منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها إلى 15 شركة، وتحرص الحكومة على استقبال كل طلبات المتقدمين للحصول على تلك الرخصة وتلبيتها. كما أشار إلى أنه تتم متابعة وحدة حل مشاكل المستثمرين بصورة دورية، مؤكدا متابعته لها بصورة شخصية من خلال حضور الاجتماعات في سبيل تسهيل التحرك في هذا الشأن. وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى محور زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة أو النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية وترشيد الإنفاق الدولاري واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين في الخارج تزيد بنسبة 10% سنويا. أرقام مهمة دكتور مختار، بس إحنا دايما بنحب نؤصل لهذه القرارات. إحنا لو أصلنا لهذه القرارات هنجد إن في زي ما دكتور مصطفى مدبولي أشار في هذا الخبر، هي تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، لأن قانون الاستثمار قبل ذلك لم يؤتي ثمره، فلذلك هناك تعديلات حدثت بشكل كبير. كان لدينا مؤتمر اقتصادي في أكتوبر 2022، كان لدينا اجتماع هام في 16 مايو الماضي للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صدر عنه 22 قرار، ويمكن احنا بنتكلم هنا عن 8 قرارات تم بشكل عام مناقشتها وتنفيذها. بنتكلم أيضا عن رخصة ذهبية، سياسة وثيقة ملكية الدولة، وفكرة التخارج. ونقطة مهمة جدا قالها دكتور مصطفى مدبولي، وهو القطاع الخاص هو من يقود خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة كمان للقرار الهام بخصوص مجلس الوزراء أنه يتم اختيار أي من المشروعات وفقا لاختياره. المشروعات دي يتم إعفائها من مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بمجرد تشغيل المشروع. إذن إحنا بنشوف قرارات جديدة لم نكن نعتاد عليها دكتور مختار. تأثير هذه القرارات، وكيف قرأت هذه الأرقام الهامة في تشجيع مناخ الاستثمار في مصر في ظل تحديات اقتصادية عالمية؟ صحيح. شوفي، يعني بالتأكيد المؤتمر الصحفي اللي أدلى به امبارح الدكتور مصطفى مدبولي ومعه مجموعة من الوزراء قال فعلا قرارات ثورية، وهي إلى حد كبير جدا تشجع المستثمر. بس النقطة المهمة من وجهة نظري، واللي واجب ان احنا نقف عندها، مدى ثقة المستثمر في الأداء الحكومي. دي القضية المحورية. الحياد التنافسي دكتور مختار، لا مش الحياد التنافسي. انا اقصد انه يتصور او يعتقد او يؤمن المستثمر بان هناك اداء حكومي مختلف، وان هناك ادوات حكومية مختلفة في التعامل معاه. دي نقطة مهمة جدا، عشان لانه معلوم ان رأس المال جبان. المستثمر ده هو اي راجل معاه فلوس وعايز يستثمر في سلعة معينة او في صناعة معينة او في حاجة معينة، والى حد كبير جدا هو في النهاية عايز يكسب، وفي النهاية عايز يحقق ارباح.
ومش عايز تعقيدات بيروقراطية أو غيره، ومش عايز شكل من أشكال الرقابة، أو مش عايز أقول الرقابة، شكل من أشكال التقييد الحكومي لأدواته أو استثماراته. لو أنت حليت المعضلة دي دون الدخول في تفاصيلها إلى حد كبير جدا وفرتي ليه حاجات كتيرة جدا. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا وأنا أشرت ويعني واجب إن احنا نشير إليها، قدرة الحكومة في رفع القدرة التصديرية أو تحولات المصريين في الخارج أو مسألة السياحة أو تنمية السياحة، مسائل كلها رائعة، بس عليك انك انت وانت عايزة تكسبي 10 او 20% زيادة في المقدرات السياحية او الوجهة السياحية ليكي، لابد ان احنا نعرف ايه المشكلة اللي عندنا. ايه منطقة الأهرام، الأماكن الاستثمارية بعيدا عن السياحة الشاطئية، إذا كنت بتكلم عن شرم الشيخ أو الغردقة، عندنا منتج سياحي أمتلك تلت آثار العالم، وأمتلك تلت آثار العالم، مش واجب عليا أن أنا أكون أقل من فرنسا أو أقل من أسبانيا أو أقل من الدول الكبيرة ذات الوجهة السياحية. فرنسا بتتكلمي فوق 40 مليون في السنة، أنت بتتكلمي على أسبانيا عدد كبير جدا. عندنا خطة باستقبال 30 مليون سائح، عايزين عندنا الحلم ده. بس عشان أنا أجيب 30 مليون سائح لازم ان انا ايسر ليهم الاماكن السياحيه واعدل من ادوات التعامل في هذه الاماكن، والى حد كبير جدا انظر الى السائح باعتباره انسان حر جاي، مش لازم ان هو هيقعد في فندق 5 نجوم، هو ممكن يجي منطقه الاهرامات فيطلع يتمشى قدام مساكن نادي الرمايه او مدينه حدائق الاهرام او غيره دي المنطقه، فيخش يلاقي متنزه سياحي، يلاقي كافيه يعرف يقعد عليه، مش عايز يقعد في فندق يلاقي شقه. لازم ننظر الى السائح بده، لان احنا كلنا سافرنا الخارج، ولما بنسافر الخارج الى حد كبير جدا بتلاقي من البنسونيات او مراكز او بيوت مراكز الشباب لغايه الفندق الخمس نجوم او السبع نجوم كله مؤهل لاستقبالك حسب مقدراتك الماليه. لو قدرت انك انت تحولي ده عندك في مصر الى النقطه دي، انا متصور ان الوجهه السياحيه بالنسبه لك هتتغير تماما بدرجه كبيره جدا. قدرتك على التصنيع، طبعا لا شك ان احنا مش هنقدر نزود الحصيله الدولاريه بالنسبه لك الا اذا اضفتي ليكي بدخل قناة السويس وبتحولات المصريين في الخارج وبالسياحة سلعة تصديرية تستطيع انك انت تنافس بيها على نطاق. بذكر حضرتك دكتور مختار بتحولات المصريين في الخارج، يعني دكتور مصطفى البولي رئيس مجلس الوزراء قال انها بتزيد بشكل سنوي 10%، ازاي ممكن يعني هذه النسبة تزيد، وايه هي فرص الاستفادة بشكل اكبر من تحولات المصريين في الخارج؟ اصل تحولات المصريين في الخارج ده عنصر من عناصر دخل الدولة الدولارية من العملة الصعب، وتحولات المصريين في الخارج بترتبط برضو بثبات سعر السوق وبترتبط بقدرة الحكومة. انت عندك الفترة اللي فاتت الطفرة الكبيرة اللي حصلت في الأسعار والعلاقة ما بين سعر السوق وما بين العملة الأجنبية بتؤدي إلى شكل من أشكال الخلل. ثبات سعر السوق وقدرة الدولة في التحكم فيه أنا متصور عنصر مهم جدا في عناصر جذب مزيد من تحولات المصريين في الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات، وجذب مزيد من الأطر السياحية اللي احنا عشمانين فيها. وأنا متصور أنه مصر مش أقل من فرنسا ولا أقل من أسبانيا عشان تصل إلى 30 مليون أو 40 مليون أو 50 مليون سائح في السنة. دي حقيقة دكتور مختار، خاصة وإحنا عندنا تنوع يعني سياحي رائع جدا، سياحة ثقافية ودينية وشاطئية وسياحة مؤتمرات ويعني وسياحة أثرية، إحنا عندنا يعني كل أنواع السياحة، لم ينقصنا أي شيء، ينقصنا فقط الإرادة لجذب المزيد من السائحين. صحيح. طب خلينا ننتقل مع حضرتك وما زلنا في يعني الحقيقة أصداء المؤتمر الصحفي الهام الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض القواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج تكافل وكرامة، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين، واستحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تحتاج أيضا إلى دعم نقدي نظرا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عام والأبناء الأكبر من 18 عام بدون عائل المقيدون بالتعليم. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور مختار،
ودايما لما كنا بنتكلم فيه في قرارات سابقه ومن بدايه جائحه كورونا كنا دايما بنقول ان ممكن العالم كله بيمر بازمات، لكن مصر ليها تركيبه خاصه، وان الدوله دايما والقياده السياسيه بتحرص على توسيع مظله الحمايه الاجتماعيه للفئات الاكثر احتياجا والاكثر فقرا في المناطق المختلفه من جمهوريه مصر العربيه حتى لا تتاثر اكثر من ذلك من التحديات الاقتصاديه العالميه. شفنا ده في جائحه كورونا والعماله الغير منتظمه والمنحه التي كانت تقدم ليهم، شفنا ده في مظله الحمايه الاجتماعيه. وانا اتذكر الحقيقه يعني كان في اول السنه دي في يناير 2023 كان الدكتور مصطفى مدبولي اعلن ان مخصصات الدعم من يوليو 2022 حتى يناير 2023 كانت وصلت ل 172 مليار جنيه بزياده عن السنه اللي كانت قبلها 10% تقريبا، كانت 156 مليار جنيه، يعني بنتكلم على فرق تقريبا 16 مليار جنيه. الارقام دي وارقام غيرها طبعا، الكلام ده انا بتكلم لحد يناير 2023، طبعا هذه الامور بعد كده اختلفت بزياده ايضا. كيف ترى هذه الاجراءات خاصه وان تكافل وكرامه هو دعم نقدي مشروط بشروط عده جدا يعني، فكيف ترى هذا؟ شوف هقول لك حاجه هام، بدون الدخول في ارقام ماليه بتتقال وبدون الدخول في مسألة توسعة فئة تكافل وكرامة أو تضييق هذه الفئة أو فتح آفاق لها، في الأول وفي الآخر أنت عايزة تيسري حياة الناس خصوصا الناس البسطاء ببساطة شديدة، ببساطة شديدة جدا، بس عشان أسهل لأن احنا أمامنا يعني المستفيدين من وإلى حد كبير جدا هؤلاء المشاهدين، هم عايزين ببساطة أنك أنت تغني، مش عايز اقول توصلي لمرحله الثراء، لكن انت بمعنى الغنى انك انت تيسري ليه حياه كريمه وتيسري ليه قدره على ان هو يسير حياته المعيشيه ببساطه. انا من وجهه نظري ان بجانب المقدرات الماليه اللي بتخصصها الدوله، انا من ناحيه الحمايه الاجتماعيه انا متصور ان الحمايه الصحيه مهمه جدا بالنسبه له، ازاي تيسري له مستشفى او وحده صحيه يتعالج فيها، وازاي تيسري له مستوى تعليمي يستطيع ان هو يعلم ولاده فيه. هو بذكر الصحه كمان دكتور مختار، احنا عندنا دلوقتي حمله 100 يوم صحه منتشره في مختلف ربوع الجمهوريه كمان. لا انا ما اقصدش، انا عارف ان حضرتك بتتكلم على المدى الطويل، انا اقصد انه بالصحه يعني زمان من عقود كنا بنتكلم عن الوحده الصحيه وعن المستشفى العاديه باعتبارها مكمله للمستشفى المركزيه او المستشفى الرئيسيه. انا عايز ابدا اخد أرفع ثورة كفاءة صحيه فارفع من كفاءه الوحدات الصحيه والمستشفيات العادية الموجودة في القرى والنجوع بشكل ييسر على هؤلاء المواطنين عدم الانتقال إلى المستشفيات المركزية الكبيرة أو البحث عن سرير فيه. أنت لو قدرت أنك أنت تيسري ده مع جزء من المقدرات المالية التي تديها له، هيستطيع أن هو يسير حياته ببساطة شديدة جدا، ودي المسألة اللي احنا في النهاية عايزين نتكلم فيها وعايزين نقول فيها. لأنه عادة الحكومة بتقول أرقام وعادة بتبذل جهد وعادة بتطرح أفكار، لكن في النهاية المواطن يقول لك أنا جيبي مجال ولا لأ، وأنا جيبي أنا أقدر أروح، طب أنا لو دخلت المستشفى أعرف أتحالك، طب أنا لو رحت المدرسة طب دي غليت عليا، طب دي أعرف أجيبها، كنت بعرف أجيبها، دي يعني نقاط بسيطة جدا. وأنا متصور إن الحكومة مدركاها وفهمها كويس قوي، وإلى حد كبير جدا توسعة هذه الفئات أو إضافة فئات جديدة أو إضافة متيسرات مالية ورفع القدرة المالية اللي بتديها لهم، دي مسائل مهمة جدا، لكن في النهاية عليك إنك أنت تضيفي لهم إضافات غير مرئية، الإضافات الغير مرئية اللي هي الوسيلة التعليمية والوسيلة الصحية، دي إضافات غير مرئية ودي مهمة جدا دكتور مختار، دي حقيقة فعلا دي مهمة جدا جدا وأساسية، يعني دي يعني احتياجات الإنسان الطبيعية يعني الحاجات الأساسية. طب خلينا ننتقل مع حضرتك دكتور مختار لقمة مرتقبة. يلا بقى يعني ده الشأن بقى العربي اللي حضرتك متخصص فيه وشأن الدول. ننتقل إلى القمة الهامة التي تستضيفها مصر غدا، وهي قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. تأتي هذه القمة في ظل الأزمة الراهنة في السودان وحرص من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
قمة هامة جدا دكتور مختار، الجميع ينظر إليها بعين الاعتبار، الجميع ينظر منها أن تحقق الهدف المرجو. طبعا إحنا لو بنتكلم عن تأصيل الأزمة السودانية إحنا بنتكلم عن 15 أبريل الماضي، صراع ما زال محتدم بل يزداد اشتعال ويزداد احتدام. مصر كان ليها دور مهم جدا من بداية الأزمة في فكرة وقف إطلاق النار، التواصل لحل سلمي، طبعا اشتركت مع جنوب السودان في مبادرة لإنهاء الصراع، مع طبعا السعودية وأمريكا، وهدنات كثيرة بيتم اختراقها ثم هدنة من جديد ثم اشتعال الصراع. السؤال المهم دكتور مختار، ازاي ممكن المؤتمر ده يحقق الهدف المرجو منه؟ هو ده السؤال. والهدف المرجو منه معناها انك تصل الى هدنه دائمه. مظبوط. وتصل الى مرحله جلوس على طاوله مفاوضات نبدا نحل الموضوع. ببساطه خليني اقول لك، انا على المستوى الشخصي انا اتمنى بالحاح ودعوات ربانيه ان ينجح هذا المؤتمر، لانه ياتي هذا المؤتمر في ظل مؤتمر للاغاث. هذا المؤتمر كان ينعقد وكان هناك تصريحات ثوريه اثارت جدل كبير جدا من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي ومن قبل الرئيس الكيني. والسودان ذاتها، الحكومه السودانيه ذاتها ذهبت الى هذا المؤتمر في اديس ابابا واعترضت على رئاسه كينيا لمؤتمر الاغاث باعتبار ان كان هناك تصريح للرئيس الكيني بان الصراع الموجود في الداخل السوداني هو صراع ما بين جنرالين. فساوى ما بين الحكومة السودانية وما بين قوات الدعم السريع، ساوى ما بين البرهان وما بين حمدتي، ودي مسألة أثارت غضب الأخوة السودانيين أو الحكومة السودانية. زاد التمبلة زي ما بيقولوا تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي في ظل هذا المؤتمر بيطالب بفرض حظر جوي وبيقول ان الحكومه السودانيه ان الدوله السودانيه خاليه من وجود حكومه او من وجود اراده تديرها، وانه بدرجه او باخرى يعني بدا يطلع قرارات اثارت جدل كبير جدا في الداخل السوداني. في ظل ده وفي ظل مؤتمر زي مؤتمر الايغاد اللي الى حد كبير جدا من وجهه نظري فشل وما وصلش النتائج، يعقد هذا المؤتمر في ظل وجود مصري، علينا ان احنا ندرك بانه تهدئه الاوضاع في الداخل السوداني هو جزء من الحفاظ على مقدرات الامن القومي المصري وبالتبعيه مقدرات الامن القومي العربي. لانه قضيه السودان بالنسبه لك قضيه مركبه. قضية السودان بالنسبة لك قضية مركبة، مش قضية دولة جوار ولا قضية دولة بينك وبينها مصارعة ولا بتشكل لك عقد، لا ده قضية دولة بينك وبينها شريان حياة مشترك. هذا الشريان معطل الآن، أي مفاوضات مرتبطة بشأنه وإلى حد كبير جدا على مشارف ملء رابع أو بدايات ملء رابع. فالأمور إلى حد كبير جدا بالنسبة لمصر الحقيقة أنا من وجهة نظري حساسة للغاية. يعني قضية السودان يمكن ربما تختلف عن قضية ليبيا. السودان دولة جوار وليبيا دولة جوار، هنا حدود مشتركة وهنا حدود مشتركة. هنا أخذت جزء من اللاجئين والنازحين الخارجين من السودان، وهناك برضو أخذت جزء من اللاجئين والنازحين الموجودين من السودان. بس عمق السودان بالنسبة لك وشريان الحياة ونهر النيل والمفاوضات الثلاثية بينك وبين السودان وبين أثيوبيا مسألة تكاد تكون مقدسة بالنسبة للجانب المصري. عشان كده أنا متصور إنه نجاح هذا المؤتمر ويعني بيعتمد على إيه يا دكتور مختار؟ توافر الإرادة السياسية وإدراك الأطراف الحاضرة بحقيقة الصراع الموجود في الداخل السوداني. لأن كنت في الأول وفي الآخر أسوأ ما هو موجود في هذا الصراع أنه صراع عسكري هم ما بين مكونين عسكريين تختلف أو تتفق في رؤية أي منهما. هذا الصراع العسكري وده يمتلك مقدرات عسكرية وده يمتلك مقدرات عسكرية. بمناسبة المقدرات العسكرية دكتور مختار، الجميع بيتساءل، محدش كان متوقع أن قوات الدعم السريع كانت تستمر كل هذه الفترة ولازال لديها ما تقدمه ولازال لديها أسلحة ولازال لديها عتاد. لا خلينا أقول لك، قوات الدعم السريع ده قوات مدربة عسكريا. أولا هي كانت قوات الجنجويد اللي لعبت دور كبير جدا في تهدئة الأوضاع في دارفور. الجزء الثاني وده جزء مهم جدا، أن عدد أفرادها يزيد فوق 100,000 نسمة. يعني الجيش السوداني كله 200 ل 250,000، يكاد يكون نصف عدد الجيش السوداني. ويمتلك من المعدات العسكرية ما يضارع الجيش السوداني. يعني إذا استثنيت الطائرات او استثنيت المعدات الثقيله، قوات الدعم السريع هي جزء من مكافاه. قصد حضرتك يا دكتور؟ طبعا جزء. والدليل على كده انه حاله الصراع الموجوده ما بين الجانبين في الداخل السوداني حاله صراع كبيره. الخشيه ان يتحول هذا الصراع الى شكل من اشكال الصراع الاهلي، لانه قدره الدعم السريع في التحكم مثلا في مدينه زي دارفور
قدرة كبيرة جدا تكاد تفوق قدرة الحكومة أو الجيش السوداني. الجيش السوداني صحيح مركز على الخرطوم ومركز على الأماكن الرئيسية، لكن أنت عندك أماكن الدعم السريع أو الجنجاويد القديمة لها قدرة وعارفة المناطق ديت وعارفة الطريقة القبائل اللي تستطيع أن تتعامل فيها مع القبائل أو العشائر الموجودة في هذه الأماكن. دي خطورة الوضع الموجود في السودان. عشان كده تسوية الوضع والوصول إلى تفاهم مشترك ما بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وما بين قائد الدعم السريع حميدتي، بصرف النظر عن مسمياتهم، بصرف النظر عن انك انت تنظري على ان ده شكل من اشكال التمرد وانه شكل من اشكال الانقلاب على الدوله السودانيه والحكومه السودانيه، ده كله معروف، بس خلينا نخرج بره ده ونبدا نقول للاثنين ايه هي المشكله وايه هي المعضله الموجوده في الداخل السوداني. وخلي بالكم ان الحفاظ على مقدرات الدوله والحفاظ على الشعب السوداني اهم من ذاتيه اي شخص فيكم. وانظروا الى صوار الذهب وهو كان جنرالا سودانيا ترفع عن اداره الحكم والى حد كبير جدا سلم الدوله الى حكومه مدنيه سياره الوضع في السودان. فعلينا ان احنا ننظر الى الواقع السوداني والى الواقع العربي باعتبار يا جماعه الصراع في الداخل والصراع ما بين المكونات السياسيه او المكونات العسكريه أو التطاحن السياسي في النهاية المتضرر الأساسي والرئيسي فيه هي الدولة وهي الشعب. ودي مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. نتمنى للسودان أن يتعافى منها، وأنا أتمنى للمؤتمر المصري والدولة المصرية كبيرة وعريقة وتستطيع أن تفعل الكثير وإن هي نعدي هذه الأزمة وكلنا الدور ولينا اليد الطول فيها إن شاء الله. ونتابع مع السادة المشاهدين فعاليات هذه القمة الهامة التي ستبدأ غدا الخميس إن شاء الله. ننتقل مع حضراتكم إلى الحوار الوطني، حيث أكد الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنية إن مجلس الأمناء سيجتمع اليوم الأربعاء وسيتم الاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها لتقديمها لرئيس الجمهورية والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يتم إحالتها للمؤسسات المختصة. وقال رشوان إن أحد الإنجازات الرئيسية في حالة الحوار الوطني إن النقاشات أكدت عدم وجود أي نية تشكيك بين المعارضة وغير المعارضة، وهذا يعني أن البناء سليم وهناك أرضية واحدة ويمكن الحوار الوطني أن ينطلق من هذا. الحوار الوطني دكتور مختار وإحنا بنتكلم على بدايته في أوائل مايو الماضي والدعوة ليه من أبريل 2022 من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور مجتمعي ومحور سياسي ومحور اقتصادي، 113 قضية. الحقيقة كان في حالة من حالات الحراك التي لم يشهدها المجتمع المصري قبل ذلك بهذه النقاشات المتعددة كل الفئات تقريبا على طاولة الحوار. يعني وإحنا بنتكلم على مقترحات يتم حصرها وتقديمها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف ترى يعني مجريات الأمور في الحوار الوطني حتى هذه اللحظة في العديد من القضايا الشائكة التي تشغل بال المواطن المصري؟ يعني شوفي ببساطة يعني شديدة أيضا برضو وإنت بتتحدثي عن حوار ما بين حكومة ممثلة في بعض الشخصيات وما بين أحزاب وتيارات سياسية بتنوعاتها وأيديولوجياتها وأفكارها ممثلة في داخل هذا الحوار. هذا الحوار ضم في طياته مدارس متعددة، منها ما هو مرتبط بالواقع الاقتصادي، ومنها ما هو مرتبط بالواقع الاجتماعي، ومنها ما هو مرتبط بالواقع السياسي. والواقع السياسي هو اللي أثار جدل كبير جدا داخل أروقة هذا الحوار الوطني، الحريات السياسية وانطلاق الأحزاب والديمقراطية والواقع الانتخابي وغيره من مثل هذه الأمور. أنا متصور أنه إذا توافرت أيضا آليات الثقة ما بين الحاضرين داخل أروقة هذا المؤتمر وما بين الحكومة وحسن النية موجود، هتقول المؤتمر حوار وطني نجح. لأن أنا وجهة نظري أن حوار وطني مش بديل عن قدرة الأحزاب السياسية والقرارات السياسية فأن تكون فاعلة في الشارع وفي حلقة وصل بينها وبين الشارع وهي مفقودة الآن. هي دي الإشكالية الكبيرة، أنك أنت أمام نخب سياسية وأمام أحزاب سياسية فقدت صلتها بالشارع بدرجة كبيرة. يا إما هي ما عندهاش قدرة، يا إما كوادرها ما عندهاش قدرة، يا إما هي شايفة شكل من أشكال التقييد على أدائها أو على أمورها ومن هنا عندها مشكلة. أنا متصور أنه لو انبثق عن الحوار الوطني أمور تهم المواطن بدرجة كبيرة جدا، إذا كنت تتكلمي من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية وشفناها بدأت الحكومة تفعلها على أرض الواقع، هتقول الحوار الوطني نجح. إذا لم تستطع أن تصل إلى مرحلة توافق ما بين الجانبين في الرؤى
فيما هو مرتبط بالأطروحات التي طرحت ومدى تجاوب الحكومة مع هذه الأطروحات بصرف النظر عن تنوعاتها إلى حد كبير جدا هيبقى عندك إشكالية فيها. لكن الحوار الوطني أنا كنت بقول عليه قبلة حياة بالنسبة للأحزاب السياسية والتيارات السياسية. كل واحد عليه أن يحضر وعليه أن يدلب بدلوه وعليه أن يطرح أفكاره ويترك الأمر بيد الحكومة، لأن في النهاية نجاحها أو فشلها هي اللي بتتحمل. مظبوط. والمواطن المصري الحقيقة محتاج حلول للعديد من المشاكل والأزمات. خلينا نختم جولتنا في صحافة النهاردة مع حضرتك، ويعني الأزمة الروسية الأوكرانية التي ما زالت حتى الآن، حيث أعلن الأمين العام لحلف ناتو يانس ستروتنبرغ أمس أن قادة الحلف اتفقوا خلال قمتهم في ليتوانيا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين تتوفر الشروط. وقال: كما أوضحنا أننا سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو حين يتفق الحلفاء وتتوفر الشروط. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي كتب على تويتر: يبدو أنه ليست هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف الناتو ولا لجعلها عضو في الحلف، وشدد على أن التردد هو ضعف، معتبرا أن عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش الأوكراني أن قتالا عنيفا اندلع في شرق البلاد وجنوبها الشرقية، قائلا أن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك. دكتور مختار، السؤال اللي ممكن يجي في بال اي مشاهد متابع وغير مختص دلوقتي، الحرب كانت في البدايه اصلها ان اوكرانيا عايز تنضم لحلف الناتو، وهناك اعتراض من روسيا على هذا الامر بسبب تواجد قوات حلف الناتو على حدودها. بعد كل هذه الايام والسنين، يعني بنتكلم على سنه ونص دلوقتي من الحرب واشتعال الازمه، الان هناك تشكك، هناك تردد، هل هو ضعف من الناتو؟ هل هو مراوغه من الناتو؟ هل هو عدم صدق من قبل اوكرانيا، يعني ما عندهمش الثقه الكافيه في الناتو بانهم هيضموها، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ شوفي، صحيح، يعني لو انت قريتي امبارح وتابعتي معايا التصريحات اللي خرجت من قبل الجانبين، تصريحات تهدئه من جانب الحلف او اعضاء الحلف، وتصريحات يعني فيها رعونه وفيها قلق من جانب الطرف الاوكراني، هتدركي امر مهم جدا. اولا من وجهه نظري اوكرانيا هي جزء من الحلف، لان هي وكيله الحلف في هذا الحرب. هذه الحرب ببساطه هي مش بين اوكرانيا وما بين الروس، هي ما بين الحلف وما بين الروس عن طريق وكيل اسمه اوكرانيا. صح، عشان بس احنا ختمين على هذه المساله. الجزئيه الثانيه جزئيه مهمه جدا، ان اعضاء الحلف يدركوا بان دخول اوكرانيا في هذا التوقيت بالذات واثناء مجريات الحرب ده اعلان صريح علني بأن الحرب ما بين الحلف وما بين الروس، هو ما بين الحلف وما بين الروس بس مبطن. لكن انت لما تدخلي، وعشان كده طلعت الولايات المتحده الامريكيه، طلع المتحدث باسم وزاره الخارجيه الامريكيه وباسم البيت الابيض، قال انه مستحيل ان تنضم اوكرانيا في ظل وجود هذه الحرب، لان هتبقى انت كشفت المساله. على الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا، انه اوكرانيا طبعا طامعه في الوجود الى داخل هذا الحلف بشكل صريح، لانه بترى فيه شكل من اشكال الحمايه ليها، لا في هذا التوقيت بالذات، لانه قبل فتره زمنيه بسيطه ايام معدوده ميدفيديف، وده شخص من الشخصيات المؤثره في الداخل الروسي، طلع قال هي ايه اوكرانيا دي؟ ما فيش حاجه اسمها اوكرانيا وما فيش دوله اسمها اوكرانيا موجوده. لانه ده جدل كان دار، ويمكن انا قلته معاك في احدى الحلقات 2008 بين الرئيس الروسي الحالي بوتين وبين الرئيس الامريكي الاسبق بوش. انت قلت قولا واحدا اوكرانيا روسيه، يعني هبت السماء الى الروس، وان الروس لن يتخلوا عنها باي حال من الاحوال. وطلع هنري كيسنجر عرب السياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه، هذا الرجل الذي تعدى سنه 100 عام وما زال يسمع صداه داخل اروقه السياسه الخارجيه الامريكيه، قال عشان نقدر نهدي الوضع ده لابد ان تكون اوكرانيا هي بوابه العلاقات الروسيه الاوروبيه فيما بعد. إذا مسألة أوكرانيا مسألة مهمة جدا بالنسبة للطرف الروسي، وإن أوكرانيا أن تكون وكيل عن حلف الناتو في محاربة الجانب الروسي دفاعا عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي في أخطر مراحلها، وهي مرحلة الترهل الإمبراطوري. وده مش كلامي أنا، ده كلام مراكز أبحاث وكلام باحثين على مستوى العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تجابه كون الروس والصين
قوتين إقليميتين دوليتين صاعدتين، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن ترتضي هذا الوضع. إشكاليتك هي سنن الحياة، مدى إيمانك بسنن الحياة. إمبراطوريات تتوارث إمبراطوريات، لو لم تذهب الإمبراطورية الفرنسية والإنجليزية ما أتت الإمبراطورية الأمريكية ولا السوفيتية، ولو لم تذهب الإمبراطورية السوفيتية ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدرك بأن هي في مرحلة عليها أن تعترف فيها أن هناك قوة صاعدة جديدة تقرها، هي الطرف الروسي والطرف الصيني. وإلا إذا تطور الأمر واندلع ووصل إلى هذا الصراع النووي المخيف والتصريحات الخارجة من قبل الجانبين انتهى قنابل العنقودية وغيرها من الأشياء الحقيقة المقلقة جدا لنا في العالم. وزي ما حضرتك دايما بتقول يا دكتور مختار، إن شكل العالم وخريطة العالم في أقطاب العالم المسيطرة والمهيمين عليه ستتغير، وهي فعلا بتتغير، احنا شايفينه دلوقتي على أرض الواقع. صحيح. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. نورتنا يا فندم وأسعدتنا بوجود حضرتك. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة الأربع، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا، ولكن بعد هذا الفصل.